اييه وهذا لاباس عليك؟ الله يطول لي عمرك. كي دايره انت؟ لاباس؟ الحمد لله امورك بخير. مزيانه؟ كل شيء على خير؟ الحمد لله الله بخير. يبارك فيك، نهار بارك كبير الله هذا. فيك. مرحبا بك. معك لبنى من اكادير. مرحبا، تحيه لناس اكادير. لبنى من اكادير، شحال في السن ديالك؟ الله يبارك فيك. 24 سنه. العمر كله ان شاء الله. من بعد دير التست تاع لبنى؟ راجلي مزوجه بيه؟ ايه، علاش باغا دير التست؟ بغيت نصافي. ايه، كتشكي في شي حاجة؟ شميتي شي حاجة؟ شفتي؟ مؤخرا. هو كاين معاك في نفس المدينة؟ نفس المدينة. واخا، شنو السمية ديالو هو؟ سميتو ابراهيم. ابراهيم من اكادير هو؟ من اكادير. شحال في عمرو؟ 31 سنة. وشحال من جوية مع بعضياتكم؟ تقريبا هادي 6 سنين. سنين، تبارك الله. ولكن يلاه تزوجنا هادي 3 شهور تقريبا. هاكاك 3 سنين وانتم مصاحبين، 3 شهور وانتم عاد تزوجتوا. فاش كنتو مصاحبين ما كنتي كتشكي حتى شي حاجه حتى تزوجتو؟ لا لا، ما كان حتى شي حاجه. شنو اللي خلاك تشكي؟ شنو اللي خلاك تشكي؟ شنو هي الحاجه اللي خلاتك تشكي انه كيدير شي حاجه؟ غير صافي، ما بان ليا حتى شي حاجه، زعما انني حصلت، ولكن غير شكي صافي، غير جاني فضول. جاك هو كاين دابا في الدار؟ لا ما كاينش، كاين في الخدمه. فاش كيخدم هو؟ خدمتو فيها البنات؟ المهم ما بغيتش نقول. خدمتو فيها البنات؟ لا؟ فيها البنات. صافي، أرى لي النمرة ديالي. 06 صفر 06 هيا هيا أها، عاودي هادي واحد المرة. يلاه ما تهضريش حتى نقولها لك. أوكي لبنى من أقادير، 24 سنة، غادير تيس لبراهيم من اكادير، 31 سنة. تليفونو طافي اختي العزيزة ولا كيهضر؟ لا واه ما طافيش، غير على حساب الخدمة دابا. وكيدير 3 سنين هما مصاحبين، بيس اند لوف، هاد زوجو بدات كتشك. غنشوفو الشك ديالها واش محل ولا لا. سكينة تيبي. الو. سكينة تيبي. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، السي ابراهيم هذا. ايه، تحياتي لك استاذ. كي داير السي ابراهيم؟ لاباس عليك؟ بخير. امورك مزيانه؟ كل شيء على خير؟ بخير الحمد لله. ونهار كبير هذا السي ابراهيم. مرحبا خويا. الله يطول لنا عمرك. غادي ناخذ من وقتك واحد دقيقه ولا جوج. السي ابراهيم من مدينه اكادير، سن 31 سنه. ايه، مرحبا واهلا بك. نقدم لك راسي، معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. معك سي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. واش فايت لك مفرج في البرنامج ديالنا؟ فايت سامع ليه؟ عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ لا ولا. مرحبا، هذه فرصه سعيده السي ابراهيم، نعرفوك على البرنامج ديالنا، ولما لا ان شاء الله تولي انت من المتابعين جداد ديالنا. اتصلت بنا واحد الانسه دابا، قالت لنا يلاه تعرفت عليك غير مؤخرا ودخلتي انت وياها في علاقه حب. هي دابا راها معانا كتسمع المكالمه اللي بيني وبينك، بغات دير لك واحد سيربريز، وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. قالت لنا يلاه تعرفتوا ودخلتوا في علاقه حب. اوكي، انا غادي ندوزها لك السي ابراهيم. بلا شك كنظن راك عرفتيها شكون. واحد الانسانه يلاه دخلتي انت وياها في علاقه حب رغم انكم ما كتلاقاوش بزاف، قالت لنا بلي باغا دير لك واحد سيربريز، وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. لا ودي ما كنعرف على حتى وحده. مأكد سيري باطير؟ طفولة وداك الشيء مول حياتي انا صافي، الله ان شاء الله بركة كاع. لا ضروري، سنة الحياة ضروري، الانسان ما غاتكون شي انسان في حياته ضروري ما يفكر في الزواج، ضروري ما غيبغي يدير وليدات، زعما ما تزوج ما تصاحب ما والو. انا مسكين صافي، انا راه ماشي ياك. الله صافي شي واحد طيب صافي ياك. امتى كانت عند وقيلا دوزات عليك شي وحدة ياك؟ امتى كانت عندك اخر علاقه امتى كانت عندك اخر علاقه سي ابراهيم؟ وربما تكون هي اللي اتصلت بها. ها هي معانا وغادي ندوزوها لك. واحد البنت قالت لنا يلاه تعرفات عليك وتصاحبتي انت وياها. انت هادشي انت تعرفت عليها ودي؟ قالت لنا غير مؤخرا. شحال هادي؟ غير مؤخرا، قالت لنا تقريبا ما بين هاد مقبر رمضان. مقبر رمضان؟ قبر رمضان قالت لنا فين تعرفتي عليها. ها هي دابا غندوزوها لك باش تهضر معاك. قبل ما ندوزها لك، شكون هي هاد الانسه اللي شاك فيها؟
امتى كانت عندك السي ابراهيم اخر علاقه وربما تكون هذه البنت هي اللي اتصلت بينا؟ تقريبا شحال يكون داز على اخر علاقه درتي في حياتك؟ العلاقه ديالو عليه تقريبا شحال يكون داز؟ اربع سنين. اربع سنين؟ يا عشر سنين. شنو كان الاسم ديال هذا الانسان اللي كنتي انت معاه في علاقه؟ واو مزيان هذاك الشيء مخربق عني وعليه بان لي عندك بنتي ليا دوزتي شي علاقه دمراتك كرهاتك في الحب كرهاتك في ال... ها ماشي عتاك وكان كنعرف هذه واحد البنت قالت لنا يلاه تعرفتي عليها غير في قبل رمضان ماشي مورا رمضان قبل رمضان ودخلتي انت وياها في علاقه حب و... شكون اللي غادي يعرف اكثر منك انت الوحيد اللي غتعرف الله ودي انا ما عندي دونك ما عندك حتى شي انسان هما ما كاينش شي انسان زعما تعرفتي عليهم الله لبنى اما تسكات اش درتي ليه اش درتي لهاد السيد ما درت ليه والو قطع كاع قطع قالك 10 سنين اش قالك 4 سنين اش هذا باينه فيهم يا اما يا اما انت مدوزه عليه يا اما طيب من شي جهه اخرى هذا راه مزوج عمر صورة معانا ان يا سلاح ولا الله يجاوبك صاحب ما جاوبش هاد المرة غنعاودو نتصلو بيه واحد المرة يلا سي ما كيصونيش عليك بعدا نشي لا مكيصونيش عندو نمرة وحدة ولا عندو جوج؟ لا عندو غير هادي قول لي شنو واقع بينك وبينه نزيدك واحد المحاوله وربما يجاوب لا لا ما وقع والو غير مؤخرا شكيت واحد شويه تبدل واحد شويه ما عرفتش طيب هاد السيد هذا حاقد على الحب والو اختي عزيزه الحاجه محمد لا يكثر خير المهم ما ديريش بالك لا ما تزربي واخا صافي شكرا بزاف مرحبا اختي الله يبارك الله يدير لهم خير وصافي سيرتو الله في الشهر باش تزوجوا الو السلام